باب أي باب أيصلي الرجل وهو حاق؟ ما معنى حاق؟ ما معنى حاق؟ ماسك للبول، محتبس للأذى. نعم، يحبس قضاء الحاجة سواء بولا أو ثقيلا غائطا. نعم. قال عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال: ليتقدم أحدكم، وذهب إلى الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. إذن إذا طرأ عليك الحاجة إلى قضائها وأقيمت الصلاة، مع إقامة الصلاة فلك أن تذهب وتتأخر عن صلاة الجماعة، لكن من غير تقصد، لأنه بعض الناس يبقى جالسا وهو يحتاج إلى الذهاب إلى بيت الخلاء ولا يذهب إلا إيش عند الإقامة. يقول لك احشرت، طب أنت قاعد مفزور من أول، فأنت في حاجة إلى قضاء الحاجة سابقا، قم. نعم. أيوة. قال ابن أبي بكر ابن أبي بكر ثم نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلى بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. نعم، لا يصلي، هذا لا يصلي. طبعا لك حالتان، لأن بعض أحيانا قد تكون مدافعة يسيرة خفيفة، هذه لا تبطل الصلاة، والأفضل أن تذهب لتتوضأ ما دام في مدافعة. والحالة الثانية أن هناك مدافعة قوية، لا صلاة لك، لا صلاة لك. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف. أيوة. نعم. ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. صحيح إلا جملة الدعوة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف، ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. معناه لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأم قوما إلا بإذنهم. فبعض الناس عنده جرأة على الإمامة ما بعدها جرأة، من غير استئذان يدخل ويأم والحديث واضح إلا بإذنهم، وهم لا يرغبونه. نعم، لا نتكلم عن الإمام الراتب، نتكلم عن هذا الذي يريد أن يتبرع ويتطوع.